الأمانة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان ترفع الأمانة من قلوب الرجال، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقال في بني فلان رجل أمين لقلة الأمناء. وهذا لا شك أن ذاك الزمان زمن مظلم، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال في بني فلان رجل أمين، معنى ماذا يدل على الحديث؟ ماذا يدل عليه؟ يدل على أن أكثر الناس في ذاك الزمان غش وخداع وأكل أموال الناس بالباطل. فبالتالي الأمانة، الأمانة سواء أمانة مال أو أمانة أسرار أو أمانة أمور متعلقة في البيع والشراء ونحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ، قال من غشنا فليس منا، فالغشاش ليس أمينا لا على أقواله ولا على أفعاله. فمن عهد عنه الغش والخداع والمكر واللف والدوار كما هو مصطلح أهل الزمان في هذا الزمان، لا شك أن هذا ممقوت عند الله تبارك وتعالى.